أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين قد أثبتت عبر تحالفاتها الاستراتيجية في مختلف الحقب والتحديات وقوفها ومناصرتها لقيم الحق والانفتاح الحضاري ومبادئ الأمن والاستقرار بما يحفظ المصالح المشتركة لها ولحلفائها. وقال سمه إن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز الأمن والاستقرار كأساس للتنمية في المنطقة من أولويات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة فخامة الرئيس السيد دونالد ترامب، مما يضيف إلى رصيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين. وأضاف سمه أن قمة الرياض التي شهدت أول زيارة خارجية لفخامة الرئيس الأمريكي بعد انتخابه كانت تأكيدا هاما على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالبناء على الشراكة الاستراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمية التي تحرص مملكة البحرين على الإسهام في مواصلة تنميتها وتطويرها. واستذكر سمه تأكيد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال لقائه مع فخامة الرئيس على أهمية العلاقات البحرينية الأمريكية وإشادته بالدور الأمريكي المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وحرص مملكة البحرين على العمل والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المجتمع الدولي. كما نوه سمه بتصريحات فخامة الرئيس التي أكد فيها على الانتقال بالعلاقات البحرينية الأمريكية إلى مرحلة أكثر إيجابية وتطورا لتعزيز التعاون المثمر في جميع المجالات، ما يقوم على أسس صلبة من الاحترام المتبادل والمصالح والقيم المشتركة. جاء ذلك لدى استقبال فخامة الرئيس السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لصاحب السمو الملكي في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في لقاء استعرض أفق العلاقات البحرينية الأمريكية ومواصلة تطويرها على مختلف المستويات، ليشمل ذلك تعزيز التعاون في النواحي الاستراتيجية والدفاعية والاقتصادية، مما يبني على القاعدة الصلبة التي توفرها العلاقات الوثيقة بين البلدين. وقال سموه إن مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تمتلكان أرضية خصبة للتعاون الاقتصادي والتجاري تدعمها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي مر عليها 10 سنوات، منوها سموه بما تم تدشينه من اتفاقيات بقيمة 10 مليار دولار مع بيونغ وبيكتل وجنرال إلكتريك وتكنيك FMC، مما يصب في تعزيز فرص وإمكانيات تعزيز هذا التعاون الحيوي في مختلف القطاعات بما يعود بالفائدة على البلدين، منوها سموه بأن هذه الشراكات النوعية ذات القيمة المضافة تسهم في تدعيم جهود المملكة لمواصلة مسيرتها التنموية الشاملة بخطوات راسخة على مختلف الصعد، مما انعكس بشكل إيجابي على تنامي تدعيم مقومات البيئة الخصبة للنمو وتنامي وتيرة التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل النوعية. وقال سموه إن هذه العقود الهامة تجسد أهمية علاقات التعاون بين البلدين التي تشمل كذلك الجانب الدفاعي، منوها سموه بما تم توقيعه خلال زيارته أيضا اتفاقية تمديد التعاون العسكري بين البلدين واتفاقية شراء طائرة F-16 المقاتلة بقيمة 3 مليارات و400 ملايين دولار في إطار زيارة سموه لواشنطن، مما يعتبر مرحلة جديدة تضاف إلى مسيرة التعاون العسكري النوعي بين البلدين الذي مر عليه 70 عاما، حيث كان له إسهام مؤثر في حفظ وأمن واستقرار المنطقة والتصدي لمختلف التحديات. من جانب عرب فخامة الرئيس الأمريكية عن سروره باستقبال سمو ولي العهد في البيت الأبيض، مجددا تأكيده على العلاقات الممتدة والقوية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية التي ستستمر في التطور، منوها بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة سموه، مما يجسد متانة علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى الصعيد الدولي نوه سمو بالمواقف التي اتخذتها إدارة فخامة الرئيس الأمريكية حيال جملة من الملفات الدولية الملحة بما من شأنه الإسهام في التصدي لمخاطر الإرهاب والتطرف بما يتسق مع الدور والحضور الأمريكي المؤثر على الساحة الدولية. ومن تلك الملفات دعم إيران للتطرف والإرهاب وتدخلاتها المستمرة في شؤون دول الجوار، مؤكدا سمو دعم المملكة لهذه المواقف بما من شأنه تدعيم الأمن والاستقرار الدولي ومواصلة التركيز على بناء المكتسبات عبر ترسيخ المزيد من أسس التطوير والتنمية. تشرفنا نكون في ضمن الوفد الرسمي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد حفظه الله في زيارته إلى الولايات المتحدة. هذه زيارة مهمة فيها جوانب كثيرة، فيها تنسيق سياسي، فيها تنسيق عسكري، وتم تحقيق أمور كثيرة فيها. تمديد الاتفاقية التعاون العسكري ل15 سنة، وهذه اتفاقية قديمة وفي ذكراها 70 هذه السنة. تم التوقيع على اتفاقية لشراء طائرات F-16، تم التوقيع على اتفاقيات اقتصادية كثيرة تتعلق بالمصفاة وتتعلق بمصهر الألمنيوم، وإعلان عن كثير من المشاريع بما مجموعة حوالي 14 بليون دولار. هذه نقلة كبيرة في العلاقات ما بين البلدين الصديقين، واليوم تشرفنا نكون بمعية صاحب سمو ولي العهد الأمين في مقابلة الرئيس ترامب ومقابلة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وكانت المقابلات حقيقة جسدت العلاقة الطيبة، والروح التي سادت فيها كانت روح متوافقة جدا ومبنية على هذا الكم الكبير والعمق في العلاقات ما بين البلدين الصديقين. الحقيقة النظرة جميلة جدا في علاقتنا الثنائية، وتعاوننا أكبر وأوسع فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة. تشرفنا بمرافقة سيدي صاحب السمو ولي العهد بالزيارة الرسمية للولايات المتحدة، وبخصوص الشق اللي يخص وزارتنا تم البحث في موضوع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وما تم من تطوير عليها منذ توقيعها في عام 2004. شهدت التجارة التبادل التجاري بين البلدين نمو كبير من 400 مليون دولار قبل الاتفاقية إلى 2,100,000 دولار، وفي هذه الفترة تضاعفت الصادرات البحرينية 4 أضعاف إلى السوق الأمريكية. احنا طموحون ومتفائلون أيضا بتنمية هذه العلاقات أكثر ووصول منتجات الخدمات البحرينية أكثر إلى السوق الأمريكي اللي يعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. الزيارة في مجملها كانت زيارة ناجحة، وتطرقنا إلى العديد من المواضيع اللي تعني البلدين سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي، وإن شاء الله راح تتبعها زيارات ومباحثات أكثر لتطوير العلاقة إلى مستوى أعلى وأعلى إن شاء الله. تأتي زيارة سيدي سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد عمق العلاقة العسكرية بين البلدين، وشهدنا ذلك من خلال توقيع الاتفاقية العسكرية وتمديدها إلى 15 سنة، وهي الأقدم في المنطقة وبدأت منذ 70 عام. إضافة إلى ذلك شهدت الزيارة عدد كبير من اللقاءات بدأت مع فخامة الرئيس ونائبه وعدد من المسؤولين. أيضا شهدنا توقيع اتفاقيات تجارية وتعد هي الأكبر في تاريخ مملكة البحرين، وما يعد هذا التعاون هو تعاون إن شاء الله راح يستمر في السنوات القادمة